قلت له هتخرج امتى من هنا؟ طب انت والله حجزتيه بالظبط عشان انا عايز ملحن. لا حجزته كملحن طبعا. ما عليك. انت مش قلقان ان انت بتقعد بتغني اغاني كلها دلوقتي وكل الناس عماله تسمعها، ممكن حد يسرق، ممكن حد يعمل يعني؟ والله زي ما الله يعني. هل في حاجه مثلا انت مسجلها مثلا في شغل عقاري او حاجه ضامن بيها حقك؟ لان كده على فكره في كتير هم بياناتنا عاملين كلام اغاني وملحنين بس ما حد عم يغني منهم. كرمال هالموضوع يعني مش يعني الناس كلها بتتفرج عليك، كل ابداعك اللي انت بتعمله ده فجاه تلاقي حد بكل بساطه خد كل حاجه. مش عايز احبطك، انت كويس، انت تلقائي جدا، فما فيش مشكله خالص، لانك انت برضو مبدع وفنان شاطر وملحن شاطر وعازف جيتار جميل قوي، فممكن تعمل احسن بكتير. بس خلي اصحابك اللي كاتبين او الملحنين معاك يعملوا يسجلوا الموضوع ده على الاقل، يسجلوا باسمك او باسمهم. تمام صح. بيس انا هتصرف يا باشا. انا هتصرف. انا لما اطلع بس ان شاء الله من هنا اخذهم كلهم ان شاء الله. يا رب ما اطلعوا مني بس. طب ايه مش هتسمع؟